اليوم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بمقار رئاسة الجمهورية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة لليوم 71 بعد 200 مخلفا شهداء وجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع لحزب الله جنوبي لبنان، والحزب يطلق عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل. العاشرة في القاهرة، نشرة الأخبار، أهلا بحضراتكم. أفاد مصدر حكومي مطلع بأن حلف اليمين للحكومة الجديدة سيجرى اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة. وأوضح المصدر أن التغيير الوزاري الشامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة. وأضاف المصدر أن التغيير سوف يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، وأن حركة المحافظين ستشهد أيضا تغييرات واسعة. أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدنات باتيل أن بلاده تواصل جهودها المكثفة مع مصر وقطر لمعرفة إمكانية سد الفجوة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال باتيل إن اقتراح وقف إطلاق النار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي هو أفضل طريقة لإنهاء العنف في قطاع غزة، هو أفضل مسار للتأكد من الإفراج عن المحتجزين والتأكد من القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة والمستمرة لليوم 71 بعد 200 على التوالي بدءا من 7 من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حيث استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، إضافة إلى عدد من الشهداء والجرحى سقطوا خلال قصف لمدفعية الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وحي الزرقاء جنوب مدينة غزة. كما شن الاحتلال غارة جوية على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع. أفاد مراسل قناة النيل الأخبار في محافظة شمال سيناء بدخول 75 شاحنة مساعدات خلال 3 أيام من مدينة رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. يأتي هذا في ظل الاشتباكات العنيفة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث تستمر آليات الاحتلال العسكرية في استهداف عدة مناطق من جنوب قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل النيل الأخبار محمد جمال. محمد، أهلا بك، وضعنا في التفاصيل لديك. تحياتي وإلى كل مشاهدي قناة النيل للأخبار. أما عن التفاصيل فالمشهد لم يختلف كثيرا عن كل يوم. شاحنات مكدسة على متنها آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية في انتظار الدخول من هنا من مدينة العريش من مراكز اللوجستية المختلفة، والتي يمكن تعكس الصورة من خلف تكدس هذه المساعدات، ومن مدينة رفح. في 3 أيام الماضية كما ذكرتم في بداية الخبر كان من نصيب 75 شاحنة من هؤلاء الدخول من مدينة رفح وعبر طريق محدد لمعبر كرم أبو سالم، حيث أن المساعدات يتم تفريغها هناك.
وهي مكدسة بالآلاف والآلاف من الأطنان، ويمكن أن تخفف من وطأة ما يلاقيه أهل غزة من أهوال جراء القصف المستمر. بالأمس أيضا وفي المساء كانت ثمة جلسة لمجلس الأمن الدولي، قدمت فيها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية والخاصة أيضا بإعادة إعمار غزة إحاطة أو إفادة، قالت فيها إن معابر الجنوب وخاصة معبر رفح مهمة، وطلبت بفتح هذا المعبر وتدفق المزيد من المساعدات لأهالي غزة، ولا يجب، وقالت أن المساعدات لا يجب أن ترتبط بتسوية سياسية ما، بل يجب أن تدخل على الفور. قالت أيضا إن منذ غلق معبر رفح قد قلت المساعدات بشكل كبير، وأعربت عن قلق الأمم المتحدة من النزوح المستمر للمواطنين الفلسطينيين في غزة، والذين يعانون ويضطرون إلى التهجير القسري من بيوتهم مرة تلو الأخرى، طالما أن الاحتلال يخبرهم أن هذا المكان آمن، ثم يخبرهم أن هذا المكان سيتم فيه إجراء عمليات عسكرية. بتحليل كلام كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، خاصة فيما يخص المعابر وضرورة فتح معابر جديدة وإعادة فتح معبر رفح، يجب أن نضع خطوطا كثيرة تحت ما تقوله مصر من عدم موافقتها على فتح معابر بديلة لمعبر رفح، وأنها لن تتعامل من خلال معبر رفح إلا إذا انسحب الإسرائيليون من الجانب الآخر، وهم الذين سيطروا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ أوائل شهر مايو الماضي. إذن كما ذكرت في البداية، المساعدات مهمة صحيح لأهل غزة، العملية السياسية مهمة، ويمكن محمد هذا الموقف المصري بالتأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح يأتي انطلاقا من أن هذا المعبر هو الأكثر فاعلية في إدخال وتوصيل الكم الأكبر من المساعدات إلى أهالي غزة. الأكثر فاعلية ليس بشهادتنا نحن الإعلاميين المصريين، ولكن أيضا بشهادة كل العاملين في حقل الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وكل العاملين وكل الموجودين في غزة من يتعاملون مع البضائع المهمة والتي تصل إلى قطاع غزة حتى قبل أن تبدأ العمليات العسكرية في أكتوبر من العام الماضي. كان المعبر شريانا حيويا مهما لقطاع غزة، ولم يستفد القطاع كثيرا من الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون طبعا مع إسرائيل، والذي كان مستهدف أن تصل إليه المساعدات عبر قبرص، ولم يستفد أيضا القطاع من الإنزال الجوي لبعض الدول العربية. كانت الأمور صعبة، كل الموجودين في غزة يؤكدون أن معابر الجنوب هي الأهم، ومعبر رفح هو الشريان الأكثر حيوية، ويجب أن يتم العمل طبعا من خلال ما تراه مصر صحيحا، وحفاظا على أمنها القومي من حدودها الشرقية. شكرا جزيلا على هذه المتابعة. محمد جمال مراسل النيل الأخبار كنت معنا مباشرة من العريش. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن الأوامر التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة قد تطال نحو ربع مليون شخص. وأشارت المتحدثة باسم الأونروا إلى أن أوامر الإخلاء هذه تعد ضربة جديدة مدمرة لجهود الاستجابة الإنسانية. بعدما فقدوا الأمل في إيجاد مكان يأوون إليهم وعائلاتهم، اضطر آلاف الفلسطينيين إلى المبيت في الشوارع. بعد عمليات نزوح مستمرة وقاسية من شمال غزة إلى جنوبه ومن جنوبه إلى شماله، وأمضى الآلاف ومعظمهم نزيح مرات عدة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي ليلتهم في الشارع من دون ماء أو طعام ووسط درجات حرارة مرتفعة. تحين على القنابل والقزايف تخبط زي رش المطر يا بني، والله ما احنا عارفين وين نروح وين نيجي، والله طالعين والله ما احنا عارفين وين بدنا نروح وين بدنا نيجي، والله ما احنا عارفين.
لازم نعمل، لازم نسوي هيك على كتير. احنا نزحنا اكتر من مرة، هاي المرة الرابعة بنشهد من المنطقة لمنطقة، هم حددونا امنة وتطلع مش امنة. وقبل يومين فجأة الدبابة لي بتطخ علينا، وفجأة بقول الدبابة على باب الاقليمي اللي كان قاعد واللي ساب ابنه واللي ساب اغراضه. نمنا في الشوارع وترمينا. جينا هنا على خانونس، مواصي خانونس، قالوا لنا امان برضه. طلعنا وهينا لا في امان، ولا هينا نفس الحاجه، قاعدين بنرحل ولمينا عزلنا بدنا نطلع. وين بدنا نروح مش عارفين، مش عارفين هنا لحتى الان، يعني مش عارفين وين بدنا نروح، ما ضلش ولا مكان امن. وخلال جلسه لمجلس الامن قالت منسقه الامم المتحده للشؤون الانسانيه في غزه ان نحو 2 مليون شخص هم اليوم نازحون في القطاع، مضيفه انها تشعر بقلق عميق ازاء التقارير التي صدرت عن اوامر اخلاء جديده في خان يونس، وان المساعدات لا تصل بشكل كاف الى القطاع الذي مزقته الحرب. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قدرت أن نحو 250,000 شخص معنيون بالأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسن إن العمليات الإسرائيلية المتتالية تزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية في كافة المواقع بقطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الأوامر الجديدة من قبل إسرائيل تثبت أنه لا مكان آمن على الإطلاق بالقطاع. أصدر 12 مسؤولا أمريكيا حكوميا بيانا حول استقالتهم احتجاجا على الحرب على قطاع غزة. وقال المسؤولون إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه غزة فشلت وتهدد الأمن القومي، وأن تدفق الأسلحة لإسرائيل والغطاء الأمريكي لها يعد تواطؤا في عمليات القتل والتجويع في غزة. وأكد المسؤولون أن السياسة المتعنتة بشأن غزة تهدد الولايات المتحدة وحياة الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين. استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية وإصابة 5 آخرين وسط مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة. وبذلك يرتفع عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 560 شهيدا، بينهم 136 طفلا، إضافة إلى 5300 مصاب. إلى هذا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مواقع لحزب الله في مناطق بليدة ويارون وطير حرعة وعترون جنوب لبنان. فالمقابل أكد حزب الله اللبناني إطلاق عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل ردا على مقتل جندي لبناني في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على قرية حدودية جنوب البلاد، مشيرا إلى أن مقاتليه استهدفوا موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. في تطور ميداني للأوضاع عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلن حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل ردا على مقتل لبناني في غارة جوية إسرائيلية على قرية حدودية في جنوب البلاد. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تواصل إسرائيل شن هجمات على جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي أشار إلى اعتراض 10 مقذوفات من بين حوالي 15 مقذوفا أطلق من لبنان، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من الإعلان عن خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء صور وصيدا وجيزين والشوف ومرجعيون، كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض. وبعد أقل من ربع ساعة عاود الطيران الإسرائيلي خرقه لجدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء
المنطقتين المذكورتين محدثا دويا هائلا في الإماراتين. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراتها الحربية قصفت مجمعين عسكريين لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف الجيش في بيان أوردته صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أنه تم تدمير بنى تحتية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان. وفي وقت سابق نفاد حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات ورشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية. وبحسب آخر حصيلة لعدد الضحايا قتل نحو 493 شخصا في لبنان نتيجة عمليات إطلاق النار المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 من أكتوبر، بينهم 95 مدنيا، وفي الجانب الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا. قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيد حدد 6 أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية. ولم يعلن سعيد الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات عام 2019 ترشحه رسميا في تلك الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وتطالب المعارضة بتحسين المناخ السياسي وإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون، قال إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن مساعدات أمنية جديدة لكييف بقيمة تزيد على 2,300,000,000 دولار. في المقابل أعلنت روسيا تدمير 5 طائرات مقاتلة من طراز SU-27 في قاعدة جوية في أوكرانيا. حزم متتالية من المساعدات العسكرية الأمريكية تتدفق أسبوعيا، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستعلن قريبا عن مساعدة أمنية إضافية بقيمة 2,300,000,000 دولار لأوكرانيا، تشمل أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ اعتراضية وذخائر لصواريخ باتريوت وأنظمة دفاع جوي أخرى. أوستن أكد أيضا أن الولايات المتحدة إلى جانب نحو 50 حليفا وشريكا ستواصل توفير القدرات الحيوية والتي تحتاجها أوكرانيا. يأتي هذا الإعلان قبل أيام فقط من استضافة الولايات المتحدة لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو في واشنطن، ومع استمرار أوكرانيا في الضغط من أجل الدعم العسكري وقبولها كعضو في التحالف. وبالإعلان عن التعهد الأخير يصبح إجمالي قيمة المساعدات الأمنية التي تعهدت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 أكثر من 53.5 مليار دولار. على الجانب الآخر أعلنت روسيا تدمير 5 طائرات مقاتلة من طراز SU-27 في قاعدة جوية في أوكرانيا، ما أثار شكوكا بشأن قدرة كييف على تأمين مطاراتها قبل تسليمها لطائرات F-16. وقالت وزارة الدفاع الروسية بأنها قصفت بصواريخ باليستية من نوع أكسندر M قاعدة قرب مدينة ميرغرود على بعد حوالي 150 كيلومتر على الحدود الروسية. وتعكس عمليات القصف التي طالت القاعدة الأوكرانية الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا فيما يتعلق بالدفاعات الجوية والتهديد الذي يحيط بالطائرات الغربية والتي تتوقع كييف الحصول عليها من حلفائها الغربيين. قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اليوم اجتماعا مع حكام ولايات ديمقراطيين وقادة في الكونغرس لمناقشة الدعوات المطالبة بانسحابه من الانتخابات. وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قالت إنه لا ضرورة لخضوع الرئيس الأمريكي جو بايدن لاختبار معرفي. وشددت المتحدثة على أن الإدارة الأمريكية لا تخفي أي معلومات فيما يتصل بالحالة الصحية لبايدن. وقد أثيرت تساؤلات عدة في الوسط السياسي الأمريكي حول حالة بايدن الصحية بعد المناظرة السيئة التي خاضها في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
ما زالت المناظرة الرئاسية لجو بايدن أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب تثير المزيد من تساؤلات الساسة الأمريكيين بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن. الهجوم تزايد داخل المعسكر الديمقراطي الذي دعا بايدن مرشحه الرئاسي لأن يكون صادقا بشأن حالته الصحية، خاصة بعد الأداء الذي وصف بالمروع أمام ترامب في المواجهة الرئاسية. عضو مجلس النواب الديمقراطي مايك كوغلي دعا إلى انتهاج الصدق بشكل عام فيما يتعلق بحالة الرئيس الأمريكي وعدم اللجوء إلى تبرير المناظرة الرئاسية بأنها مجرد ليلة مروعة. رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي أكدت أنه أمر مشروع أن يثار التساؤل حول الحالة الصحية لبايدن بعد المناظرة. ومنذ المناظرة الرئاسية لم يجري بايدن أي مقابلة في بث مباشر ولم يعقد أي مؤتمر صحفي، وامتنع مرة واحدة عن الإجابة عن أحد الأسئلة الصحفية التي وجهت إليه حول ما إذا كان يعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض. ومنذ انتخابه تعددت المؤشرات حول تراجع قدرات الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة شفويا وجسديا، ولكن البيت الأبيض رفض مرارا وتكرارا الإجابة عن أي تساؤلات حول صحة الرئيس الأمريكي. تسبب الإعصار بيريل الذي اجتاح جنوب شرق جزر الأنتيل بالبحر الكاريبي بأضرار جسيمة وبمصرع 4 أشخاص، ومن المتوقع أن يفقد الإعصار بعض شدته قبالة سواحل جامايكا وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير. مخلفا وراءه دمارا كبيرا وعددا من الضحايا، اتجه الإعصار بيريل نحو جامايكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الخامسة بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات وحرم حوالي 10,000 شخص من الكهرباء في مناطق مختلفة. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قال إن الإعصار سيصاحبه هطول أمطار على جامايكا وجنوب غربي هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتيمترا. وفي مايو الماضي توقعت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي موسما استثنائيا وحدوث من 4 إلى 7 أعاصير من الفئة الثالثة أو أعلى. يقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة، واستشهدت الوكالة بدرجات حرارة المحيط الأطلسي الدافئة والظروف المرتبطة بظاهرة النينا في المحيط الهادئ لزيادة العواصف المتوقعة. وفي السنوات الأخيرة ازدادت وتيرة الظواهر الجوية القصوى نتيجة للتغير المناخي. تم النشر، وإذن هذا تذكير بأبرز العناوين. اليوم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة لليوم 71 بعد 200، مخلفا شهداء وجرحى. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع لحزب الله جنوبي لبنان، والحزب يطلق عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء.